من قلب العاصمة المحتلة إلى ضواحيها يتواصل الغضب ويتصاعد الانتقام. تقدموا وتقدم، زرعوا كيدهم وزرع إيمانه أيضا. شاب ومن مسافة الصفر يتحدى جنود الاحتلال بعلبة من الألعاب النارية. ففي هذا المشهد أصيب جندي بجروح خلال مباغتة الشاب للجنود المقتحمين، كما بقي مغروسا في موقعه رغم إصابته بعيار مطاطي في فمه، إلا أن التراجع والهرب كان لغرباء الأرض وعبيد الباطل تحت رشق الحجارة وصيحات التكبير. وهنا ليست سحابة بل كثافة كبيرة من مختلف أنواع القنابل الغازية التي استهدفت الشبان والمنازل وحتى المحال التجارية. الشبان وفي أكثر من مرة استطاعوا صد اقتحام قوات الاحتلال، فكثافة الحجارة ورشقها أجبر الجنود على التراجع والتمركز خلف السواتر الإسمنتية. احتشاد الشبان على أكثر من موقع خلال هذه المواجهات شتت شمل جنود الاحتلال الذين أصيبوا أكثر من مرة بالغاز المدمع جراء إرجاع عدد كبير من القنابل المطلقة على الشبان. ضابط الاحتلال أعطى أوامره لجنوده بإطلاق أعيرة التوتو والمطاط وقنابل الصوت على الشبان لإخماد عزيمتهم وإضعاف مقاومتهم، لكن الشبان في المقابل كان ردهم: هذه بلدتنا وهنا حقنا، وما عليكم سوى الرحيل. لأنها عاصمتهم ولأنها الدولة والوطن، يدافع هؤلاء الشبان وبكل ما أوتوا من تحد وإصرار وبما يملكون من حجارة يتحدون بها المحتل الغاصب. من بلدة الرام شمال العاصمة المحتلة، علي ضرعلي، تلفزيون فلسطين.